كابتننا الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي يقول لنا رايه في الاداء التحكيمي في مباراه اليوم. كابتن جهاد مشرف ومنور، دايما بسعد بتواجد حضرتك معايا. كريم الخير عليك وعلى كل مشاهدينك، وشرف ليا يا حبيبي. ده شرف ليا كبير كابتن جهاد، وابدا معاك على طول مباشره بابرز الحالات. والحاله الاولى كانت في الدقيقه الثامنه من عمر المباراه والغاء هدف للنادي الاهلي عن طريق محمد مجدي قفشه، كان فاول على اسامه ابو علي. اللقطه امام حضرتك كابتن جهاد. انا بس مش شايف قدامي، مش معايا تلفزيون قدامي، بس انا هكلمك على اللقطه كريم. الصفاره احنا انا متاكد في الملعب، هل الصفاره طلعت قبل الهدف ولا بعد؟ انا هكلمك عموما القصه في الاخر كنا بندور على الخطا، هل في خطا على اسامه ابو علي ولا لا؟ وسام فعلا من كل الزوايا وصلنا ان هو ما وصلش للكوره، وبالتالي في خطا موجود. محمد عادل كان لازم ينتظر الصفاره، لو كان صفر قبل الهدف ما يدخل كان لازم ينتظر بالصفاره، وبسيوني راجع، وفي الاخر هو لو راجع برضه هيلاقي ان في خطا موجود على اسامه ابو علي والغاء الهدف، الغاء صحيح. تقصد لو في خطا في اللقطه دي فهو خطا ان الصفاره طلعت قبل ما الكره تسجل هدفها. قبل انا مش متاكد فعلا هل الصفاره طلعت قبل ولا بعد، لان الصفاره وصلت لبق محمد عادل. مش متاكد بقى هو صفر ولا ما صفرش، لان الصوت مش واضح معانا، لكن لو في خطا في اللقطه هيبقى خطا ان هو صفر قبل المراجعه، لكن هو فعلا وسام ابو علي ما وصلش للكوره. الخطا موجود والغاء الهدف هو الغاء صحيح وقرار صحيح من محمد عادل بالخطا اللي كان موجود، لكن بننصح حكامنا الصفاره تتاخر عشان يبقى في مراجعه لحكام الفار. طيب في الدقيقه 26 كان في هدف لمودرن سبورت، الهدف ايضا امام حضرتك، الهدف اللي سجله مودرن سبورت. كان في احتكاك موجود قبل الهدف. لا يرقى لوجود خطا في المراجعه، بمراجعه الهدف اي بي بي للهدف. بعد كده اللاعب الافريقي مر من لاعب واثنين واحرز الهدف في الاخر، هدف صحيح ما فيش فيه خطا قبل الهدف ولا تسلل قبل الهدف. طيب كمان في الدقيقه 42 كان في الغاء هدف اخر للنادي الاهلي. تمام، المساعد الاول محمود ابو الرجال كان عنده اللقطه ديت، الكره اتلعبت من زميل محمد عبد المنعم اللي كان موجود في موقف تسلل، وبالتالي التسلل صحيح والغاء الهدف كان الغاء صحيح من محمود ابو الرجال. عظيم، احنا كده ماشيين حلو قوي والقرارات كلها سليمه. الدقيقه 47 كان في انذار اول خده لاعب مودرن سبورت ارنولد ايبا، الانذار ايضا او الكره على الشاشه الان اللي خد فيها الانذار. تمام، الانذار كان صحيح من محمد عادل وكان موجود في المكان المناسب، والانذار كان ده الانذار الاول للاعب وكان انذار مستحق وقرار صحيح من محمد عادل. بالمناسبه كابتن جاد قبل ما اكمل معاك الحالات، نفس اللاعب كان له احتكاكات قويه كثيره جدا قبل ما ياخد طرد في النهايه يعني، بس هل الطرد ده اتاخر؟ لا، ما بص هو في الاخر التقييم للحكم ان هو الالعاب اللي قبل كده الاحتكاك اللي حصل قبل كده كلها تمت باهمال، ما كانش فيها تهور. فلما جت لقطه التهور اللي هنوصل لها كمان شويه، الراجل ما متاخرش في الانذار الثاني يعني. عظيم، طيب دقيقه 69 كان في مطالبه من لاعبي مودرن سبورت لركله او بركله جزاء على النادي الاهلي. بتتكلم على الكره الايد اللي في الظهر. بص احنا دايما بنتكلم فيها وبنكرر نفس المعيار، معيار واحد على اي تيشيرت واي لون. الايد اللي في الظهر الدفع بيبقى لازم بامتداد الايد، بامتداد كامل الايد، ده معيار اتحاد افريقي، معيار اتحاد دولي اللي محمد عادل شافه في الاتحاد الافريقي وبينفذه على الارض. احنا الكلام ده قلناه قبل كده معاك يا كريم، مش اي احتكاك بالايد في الظهر ده دفع، الدفع لازم الايد بامتداد الايد يحصل الدفع، وبالتالي اللقطه اللي قدامك دي هي احتكاك طبيعي جدا لا ترقى لاحتساب خطا، وبالتالي مفيش ركله جزاء لمودرن سبورت في اللقطه دي. عظيم، طيب اللقطه اللي بعد كده هو الانذار الثاني لارنولد ايبا اللي طرد بعده على طول هذه الكره. سؤالي طبعا الاحتكاك اللي حصل. اتفضل انا سامع. هل الكره دي انذار ثاني ولا ممكن تبقى طرد مباشر؟ لا بص هو الاحتكاك اللي حصل خارج ارض الملعب، طبعا الكره كانت في اللعب، وبالتالي اللي في قرار فني وفي قرار اداري، حتى لو الكره حصلت بره خط التماس. ايوه الاحتكاك ده لا يرقى الكارت الاحمر لسبب بسيط جدا، ان الرجل لما وصلت للرجل كان في جزء من الارض موجود معاه، وبالتالي بيقلل السرعه وبيقلل القوه، ودي اقصى درجات التهور وانذار مستحق. ممكن اختلف معاك مره كابتن جهاد طبقا لتعليمك. يعني انا باخد الكلام ده منك انت وبمشي وراك. لا اتفضل معاك. انا هنا شفت السرعه وشفت القوه وشفت الرجل المرفوعه وشفت كل حاجه. يعني انا بتفرج على اللقطه قلت بناء على ما يقوله دائما الكابتن جهاد جريشه. تمام، فهنا هنا كل الشروط موجوده. اتفضل. لا بص الشروط انا مش مختلف معاك في كلمه انت قلتها. لكن مع اول ما الرجل وصلت للرجل كان في الارض معاها. فالارض دي بتقلل القوه السرعه.
يعني في جزء من الرجل راح خد الارض معاها، فلما توصل للرجل مباشره من غير ما تكون الارض موجوده معانا، الكلام انت قلته كارت احمر مباشر زي ما احنا متفقين مع بعض، مفيش خلاف. ايوه. لكن مع وجود الارض، الرجل ما خدت جزء من الارض، وبالتالي الارض دي بتقلل قوه وسرعه. عظيم. وبالتالي دي اقصى درجات التهور، ده اللي بنتكلم عليها كريم، ده في حتى احنا بنقوله مع الحكام، ده الكارت الاورنج اللي هو ايه بين الاحمر والاصفر، اللي هو اقصى درجات التهور. حلو. مجازا بنقوله يعني. فبالتالي بتكلم ان هو كارت اصفر، كارت اصفر اقصى درجات التهور، ومحمد عادل خد القرار الصحيح. يعني ايه بقى؟ كان يستحق كارت اورنج يا كابتن. حلوه دي، جديده، انا اول مره خدت منك معلومه جديده النهارده يا كابتن جهاد. احنا بنقولها مع الحكام ان الاورنج ده يعني ايه؟ يعني ما وصلش كارت احمر، واكتر من الكارت الاصفر، بس ما وصلش للكارت الاحمر. طيب. فبالتالي انذار مستحق وكارت احمر، كان انذار ثاني وانذار مستحق والطرد مسقوط. عظيم. يعني النهارده طاقم التحكيم بشكل عام قدم مباراة جيدة يا كابتن جهاد. بص، النهارده محمد عادل عمل مباراة جيدة جدا. محمود ابو الرجال المساعد الاول برضه قراراته كانت ممتازة جدا، مميز جدا. سامي هلال المساعد الثاني كان مميز جدا. مراجعات دسيوني حكم فار عمل برضه مراجعات كانت مميزة جدا. انا بتكلم النهارده الطقم بالكامل عمل مباراة تحكيمية جيدة. لما بنلاقي حاجة كويسة يا كريم لازم نشيد بيها. صحيح. كابتن الكبير كابتن جهاد جريشة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات مميزة كالعادة.